أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزر بروكرز تاريخ 7/4/2020. محدثكم عصام اسطنبولي، نظرة على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار. من الناحية الإخبارية على الأجندة الاقتصادية خلال الفترة الأوروبية والأمريكية لن يكون هناك أي أرقام على الأجندة الاقتصادية، ولكن تبقى الأنظار على الحالة الصحية للرئيس الوزراء البريطاني بعد أن تم نقله إلى وحدة العناية الحثيثة. أما من الناحية التقنية، نلاحظ حاليا التداولات الإيجابية للجنيه الإسترليني مقابل الدولار ووصوله تقريبا إلى منطقة الهدف الأول عند مستوى 23.60. في حال كسر مستوى 24 فإن ذلك يعزز النظرة الإيجابية للوصول إلى مستويات 25. التداولات حاليا أقل من مستوى 24 تعتبر تداولات تصحيحية للعودة إلى مستويات 22.50، ولكن في حال كسر مستوى 22.10 فإن ذلك يلغي النظرة الإيجابية ويحولها إلى نظرة سلبية للوصول إلى مستويات 21. وفي حال كسر مستوى 20.60 فإن ذلك أيضا يعزز النظرة السلبية للوصول إلى مستويات 19.50. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزر بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.